أسعار السلع الغذائية دي بتفرق معانا كلنا، وبنبقى مهتمين جدا نبقى عارفين أسعار الفاكهة والخضار بتتحرك إزاي. خلينا نروح لجرمين إبراهيم مراسلتنا في صباح الخير، موجودة في سوق الجمعة في أكتوبر ونتابع معاها أسعار الخضار والفاكهة في سوق الجملة في أكتوبر. صباح الخير عليك يا جرمين. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على ياسر، وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. زي ما قلت احنا موجودين في واحد يعتبر من اكبر اسواق الجمله الخاصه بالخضار والفاكهه في مصر، هو بالتحديد ثاني اكبر سوق بعد سوق العبور. موجودين معاكم النهارده علشان نعرفكم على اسعار الخضار والفاكهه. معانا الحاج محسن هيكلمنا على الاسعار النهارده عامله ايه. صباح الخير يا حاج، برحب بحضرتك. لو في البدايه نعرف من حضرتك اسعار الخضار ونعرف كده المشاهدين الخضار النهارده اسعاره عامله ايه؟ والله الخضار اسعاره مستقره وبتنزل، يعني بالنسبه للخضار والفاكهه الاسعار بتاعته مستقره وبتنزل. يعني النهارده البطاطس من 4 جنيه ل 5 جنيه ونص، البصل الجديد بجنيه وبجنيه ونص، القديم ب 2 جنيه ونص، البسله من 4 ل 5 ونص، الخيار اعلى حاجه فيه 6 ونص، من 5 جنيه 6 جنيه ونص، الفلفل الرومي ب 4 ل 6 ونص، الفلفل الحامي هو اللي غالي شويه. ده بالنسبه للاسعار بتاع الاسعار الخضار والفاكهه. طيب لو اتكلمنا بقى على الفاكهه. والفاكهه برضو اسعارها من الوقت، معظم الفاكهه اللي موجوده في السوق حاليا معظمها البرتقال. يعني عندك برتقال صيفي النهارده من 2 جنيه لحد 2 جنيه ونص 3 جنيه، ما فيش 3 جنيه، 2 جنيه ونص اعلى حاجه في البرتقال، يعني ما بيجيبش التكلفه الفعليه بتاعته بالنقل والجمع بتاعه. برتقال مصره ب 4 جنيه و 4 جنيه ونص اعلى حاجه فيه 5 جنيه. السفندي نفس الحكايه من 4 ل 5. الموز من 5 جنيه ل 7 جنيه، ده جمله، الاسعار دي كلها جمله. فراوله ب 6 جنيه، من 5 جنيه ل 7 جنيه. ده كل الاسعار الفاكهه اللي موجوده في السوق حاليا. طيب نقدر نقول يعني لربات البيوت في المنازل ده موسم ايه من الخضار والفاكهه اللي ممكن يعني يفضل يشتروه في الوقت ده او حتى يخزنوه، خصوصا احنا كمان يعني داخلين يمكن يعني اقل من شهر على شهر رمضان الكريم. هو البسله دلوقتي موجوده، بسله الجزر ب 3 جنيه، بسله من 4 ل 5 ونص، ودي اسعار رخيصه جدا. يعني سعر الحاجه اللي ب 4 جنيه ل 5 جنيه او 5 جنيه ونص دي تعتبر هو سعر مناسب جدا، لان ده يا دوبك التكلفه الفعليه للفلاح. لان دلوقتي الاسمده غليت والمبيدات غليت، تكلفه الزراعه غليت بالنسبه للفلاح. فالفدان اللي كان بيصرف عليه 30000 و40000 النهارده بيصرف 50 و60000 جنيه. لما نلاقي كيلو البسله النهارده ب 4 جنيه ده ما يجيبش التكلفه الفعليه بتاعته للفلاح يا دوبك من 4 ل 5. فده مناسب انه ياخدوه يخزنوه، والحاجات دي كلها متوفر عندنا في السوق وللمستهلك العادي. يعني احنا سوق جمله ماشي، بس لو جاء ست بيت او جاء واحد بياخد قفص بيجي يشتريه، واحد جاي عايز 10 كيلو بيشتريهم، واحد عايز 5 كيلو بيشتريهم. غير البسله والجزر ممكن كمان يبقى ايه من الفواكه او الخضار يقدر ان هم يشتروه ويخزنوه في الوقت ده؟ ساعتك انت عندك برتقان اهوت، خدت بالك معايا برتقان صيفي موجود اهوت، خدت بالك معايا ده ب 2 جنيه وربع، ب 2 جنيه ونص، وب 2 جنيه داخل رمضان، ما ممكن ياخدوه يخزنوه يعملوه عصير طول شهر رمضان، يبقى متوفر عندهم. ده بالنسبه لان الموسم اللي انت موجوده فيه دلوقتي ما فيش حاجه غير البرتقان والموس والفراوله. والفراوله رخيصه ب 6 جنيه، من 5 جنيه 7 جنيه برضه اسعار رخيصه. الحاجات دي ممكن تتخزن لرمضان كلها، كنت تشتغل في خلال شهر رمضان. نقدر نقول ان الفتره دي في استقرار في الاسعار ولا حصل زياده خلال الايام دي؟ لا، هو في حاجه عايز معلومه عايز اقولها لسعادتك. الخضار والفاكهه ملوش دعوه باي زياده في اسعار. ليه؟ لان دي سلعه عرض وطلب، والسلعه العرض وطلب مقابله للتلف ما ينفعش حد يحتكر فيها او يرفع فيها السعر. لو العالم يرفع فيها السعر كان رفع سعر البرتقال ده مثلا وقال ب 5 جنيه و4 جنيه، لكن بنبيعه ب 2 جنيه و2 جنيه ونص. ليه؟ لان انت لو ما بعتوش النهارده بكره هيترمي في الزباله. بالنسبه للخضار والفاكهه ملوش دعوه باي اسعار، يعني ممكن يتكلف الكيلو على الفلاح 5 جنيه ويبيعه في السوق بجنيه وبجنيه ونص وب 2 جنيه، زي ما حصل في البصل حاليا. البصل الجديد النهارده بجنيه وبجنيه ونص، ما جابش اجره النقل بتاعه. يعني في ناس البصل الجديد دلوقتي بيوكلوه علف للبهايم لانه ارخص من العلف. طن العلف زاد 2000 جنيه. البصل بجنيه وبجنيه ونص وب 2 جنيه، والبصل القديم بتاع السنه اللي فاتت ب 2 جنيه ونص ب 3 جنيه طول السنه، ما جابش تكلفه الفلاح اللي خده وشونه وزرعه وخزنه في مراود ويرجع يعبيه تاني وينزله للسوق تاني. يعني حضرتك زي ما قلت انه السوق هو سوق الجمله طبعا باسعار الجمله، هو مش مخصص بس للتجار لكن كمان للمواطنين، فننصح كده اي مواطن ممكن يجي السوق يبقى عامل حسابه على ايه، يجيب ايه معاه، يقدر وهو بيلف يشتري ازاي؟
اي مواطن بيجي عند اي حد، احنا ساعات دلوقتي العبوات موجوده من 10 كيلو، يعني العبوات موجوده من 10 كيلو، ساعات البرنيكه دي 12 كيلو 13 كيلو، لما يجي ياخدها ب 25 جنيه و30 جنيه، برنيكه فيها 13 كيلو. لو كذلك لو خد بسله، لو عايز 10 كيلو بسله ياخدهم. لو عايز 10 كيلو بسله ياخدهم، عايز 15 كيلو في عبوات صغيره، وفي ناس بتبيع للمواطنين المستهلكين الصغيرين، اللي عايز 10 كيلو بياخد، عايز 15 كيلو بياخد، عايز 20 كيلو بياخد. كله متاح لاي واحد مستهلك بيجي، ما بنقولش لا. الناس كلها في هنا سواء بيبيع اللي بتاع التجزئه زي اللي بتاع الجمله هنا في السوق، بنبيع يعني مثلا انا ببيع برطمانه ب 2 جنيه ونص، لو واحد جاي ياخد مني برنيكه واحده مستهلك اداله ب 2 جنيه ونص. ده انا وغيري وغيري وغيري، ده كله متاح. لو حد عايز قفص طماطم، الطماطم ساعتك من 40 جنيه البرنيكه دي فيها حوالي 24 كيلو، تبدا من 40 جنيه لحد 100 جنيه و100 جنيه و10، يعني الكيلو بتاعها بيبدا من 2 جنيه لحد 5 جنيه ونص. لو واحد حب ياخد قفص من اي واحد يديله قفص زي ما بيبيع، زي ما بيبيع جمله. وهنا الاسعار مش مرتبطه، ما فيش واحد تاجر في مصر في بالنسبه للخضار والفاكهه يقدر يتحكم في اي سلعه، لان معرض للعرض والطلب. حتى لو كانت تكلفتها 100 جنيه ممكن السوق يحكم عليها يبيعها ب 20 جنيه. وبعدين الاسعار اللي ب 4 جنيه و5 جنيه و6 جنيه دي مش غاليه، لازم الناس برضو تعرف في الوقت اللي موجود فيه ده. احنا في سنه 22 ساعتك البرتقال ده من 10 سنين كان ب 3 جنيه و4 جنيه، النهارده بيتباع ب 2 جنيه، برتقال صيفي. برتقال بسرعه ب 4 جنيه و5 جنيه، وكان ب 3 جنيه و2 جنيه ونص من فتره، لان الوقت بيشطر. فالحاجات كلها في عرض كتير موجود بالنسبه للخضار والفاكهه، وهي الاسعار كلها مرتبطه بالعرض والطلب. اذا كان في حاجه سعرها غالي حاليا بالنسبه للخضار كالفاصوليا ولا الحاجه البشاير او حاجه زي كده، بتبقى حاجه لسه بشاير نازله في السوق بدري، لسه المحصول بتاعها الاساسي ما بداش. تاني حاجه ان كان في الفتره اللي فاتت، الشهرين اللي فاتوا كان في موجود سقيع، السقيع ده برضه بيخلي نسبه التسويه في النضج ما بيبقاش كامل 100%. نقول كمان ان التقلبات في الاحوال الجويه خلال الكام يوم اللي فاتوا كان ليهم تاثير كمان على المحاصيل او المحاصيل اللي جايه كمان. اثر على كميه الانتاج في الفدان، يعني الفدان بالنسبه للاحوال الجويه دي بتاثر عليه وبيحتاج مقاومه اكتر، فلما بيحتاج مقاومه اكتر بيرفع التكلفه اكتر على الفلاح. احنا بنتكلم بالنسبه للفلاحين. احنا كمان عايزين نطمن المشاهدين على الكميات، احنا يمكن هنا في السوق وخدنا جوله وشايفين انه من كل حاجه كميات كبيره، فنحب من خلال حضرتك نطمنهم على كميه المنتجات اللي موجوده. ساعتك الحاجات دي كلها موجوده ما فيش تاثير عليها، لان الفلاح اللي عنده حته ارض هو مجبر ان هو يزرعها، سواء باعها بالخساره او باعها بالمكسب، لان هو لازم يزرع ارضه ومهما كانت التكلفه عليه لازم هيزرعها. فالعرض موجود والكميات اللي موجوده ما قلتش، ده بالعكس دي زادت، لان البرتقال ده اللي خلاه رخص دلوقتي كان في تصدير ليه بره، كان في تصدير فيه لروسيا، فدلوقتي التصدير بتاعه مش موجود، فاصبح كله نزل سوق محلي، فهو معروض اكتر من طلب السوق المحلي، عشان كده اسعاره نزلت. حضرتك جدا على كل التفاصيل دي وعلى وجودك معانا. يعني منا وياسر، ده كان لقائنا مع الحاج محسن من داخل سوق الجمله باكتوبر. عرفنا اسعار الخضار والفاكهه، والحقيقه هي اسعار الجمله اللي اكيد يمكن بتختلف في الخارج من سوق للتاني، لكن اكيد السوق هنا الجمله في اكتوبر مفتوح لكل المواطنين ان هم يقدروا يجوا ويشتروا باسعار الجمله. برجع لكم مره ثانيه في الاستوديو. شكرا ليكي زميلتنا جيرمين إبراهيم.